ريهام بتقول انا ندرت لحمه بس مفيش فلوس، وصمت كتير بس كل شويه تعبانه قوي، وبروح كل شويه للدكتور. ايوه يا ريهام، ده ملوش علاقه بالندر، انت ندرت ندر ومش قادره توفي بيه سيدنا النبي اللي هو اللي نقل لنا هذا الشرع وشرع لنا من الاحكام صلى الله عليه وسلم، قال: من نذر نذرا لا يطيق الوفاء به فكفارته كفارة يمين. طب ايه كفارة اليمين؟ اطعام 10 مساكين. طب انا اسكن، انا مش قادر اوفي بالنذر اللي هو اجيب لحمة، يبقى انا ما عنديش اطعم المساكين، يبقى صيام 3 ايام، وبذلك بنية ايه؟ كفارة عن هذا النذر. خلاص عملت الكفارة وصمت 3 ايام، سقط عني هذا النذر. كون بقى ان انا مرضت بعد كده او بمرض او كذا، ده ملوش علاقة يا ست ريهام بالنذر.